قناة تسجيل تقدم أنا أسطورة، قصة ريتشارد ماتيسون، ترجمة وتقديم كريم أنديل. الفصل السادس. أخيراً رجع تاني البيت قابل للحياة فيه، لا وأحسن من الأول كمان، لأنه خصص 3 أيام كاملين وعزل حيطان البيت. دلوقتي يصرخوا بقى برا ويزمجروا براحتهم ومش هيسمعهم، وكان سعيد أنه مش هيسمع صوت بن كورتمان تحديداً تاني. الأمر أخد وقت ومجهود. أول حاجة كان لازم يعملها أنه يشوف عربية جديدة بدل اللي دمروها، وده كان أصعب مما توقع. كان لازم يروح على محل عربيات بعيد في سانتا مونيكا، ده المحل الوحيد اللي يعرف انه كان بيبيع نوع العربيات الوحيد اللي هو فهمه كويس ومتعود عليه. مفيش وقت دلوقتي لتجربة حاجة جديدة، والمشكلة انه مش هيقدر طبعا يمشي المسافة كلها لحد سانتا مونيكا، فكان مضطر ياخد اي عربية متاحة من اللي موجودين حواليه. طبعا معظم العربيات كان عطلان لأسباب مختلفة، بطارية مش مشحونة، مضخة وقود مسدودة، ما فيهاش وقود أصلا، كاوتش بايظ. أخيرا لقى عربية قدر يشغلها في جراج بعيد على مسافة 1.5 كيلو تقريبا من بيته. ركب العربية وبسرعة ساق لحد سانتا مونيكا، اختار هناك عربية مناسبة، ركب لها بطارية جديدة، زود لها جازولين، ورجع بها البيت ساعة واحدة قبل غروب الشمس. كان عامل حسابه كويس. لحسن الحظ مولد الكهرباء كان سليم، واضح ان مصاصين الدماء ما فهموش اصلا اهميته ايه بالنسبه له، باستثناء سلك اتقطع واصابه طفيفه وسابوه بعدها، وقدر يصلحه بسرعه تاني يوم بعد الهجوم، وانقذ مخزون اكله المتجمد من التعفن. كان ممتن جدا لده، لانه عارف انه ما بقاش فيه اي مكان تاني ممكن يلاقي فيه اكل مجمد صالح بعد ما الكهرباء انقطعت بالكامل عن المدينه كلها. غير كده كان لازم يرتب الجراج وينظفه من بقايا المصابيح المكسورة، الفيوزات والأسلاك والبوجيهات واللحام، قطع غيار الموتور، وعلبة بذور مش فاكر شالها هناك إمتى. غسلت الهدوم اتدمرت تماما لدرجة استحالة إصلاحها، برضو كان لازم يغيرها، وده ما كانش صعب. أسوأ ما في الموضوع كان عملية تنظيف البنزين اللي تفوقوا على نفسهم في دلقوا من البراميل في كل مكان من أرض الجراج. في البيت كان عليه انه يسد شقوق الجير في الحيطان. تقريبا كان مستمتع بالشغل ده كله لما بدأ فيه، اهي كانت حاجة شغلته شوية عن افكاره، نشاط قدر يفرغ فيه كل طاقة الغضب اللي كانت ملياه، نشاط كسر رتابة نشاطاته اليومية المعتادة، نقل الجثث واصلاح وجهة البيت وتعليق التوم. في الايام دي كان بيشرب بكميات قليلة جدا، بعض الايام قدر يقضيها بالكامل بدون شرب، ولما كان بيشرب في الأيام دي كان بيعمل ده بهدف الاسترخاء، مش بهدف الهروب من الواقع زي قبل كده. شهيته للأكل زادت، وزنه زاد 4 كيلو، وفقد بعض الدهون، بقى قادر ينام بالليل نوم متصل بلا أحلام من كتر التعب. فكر ليوم ولا اتنين على سبيل التغيير يروح يعيش في جناح فاخر في فندق، لكنه صرف الفكرة بعد ما افتكر كم الشغل اللي وراه. كان قاعد في الأوضة بيسمع سيمفونية لموتسارت وبيفكر، والمفروض يبدأ بحثه منين؟ كان وصل لشوية استنتاجات، لكن كلها مجرد علامات بسيطة على طريق لفهم حجم المشكلة الحقيقية. الإجابة أكيد موجودة بس في مكان هو مش عارفه، ويمكن في تفاصيل واضحة قدامه لكنه مش شايفها، مش واعي لأهميتها، مش قادر يربطها بالصورة كاملة. بس إيه؟ كان قاعد بثبات مكانه على الكرسي وعينه ثابتة على الرسمة على الحيطة، رسمة جديدة علقها بعد الهجوم، مشهد من كندا، غابات الشمال الكثيفة الغامضة، ظلال الشجر البعيد الساكن، طبيعة خالية من البشر. يمكن لو قدر يرجع بذاكرته شوية يمكن يلاقي الإجابة في الماضي. قال لنفسه، طيب نرجع للماضي، ها ارجع ارجع. Thank you.
في الليلة البعيدة دي كانت فيها عاصفة ترابية برا، ريح قوية بتدور حوالين البيت وبتملى كل حاجة بالغبار، بيتسرب من الشقوق ويستقر في شكل طبقات رقيقة على كل الأسطح، بيستقر في شعرهم، على كفونهم وتحت ضوافرهم، بيسد مسام جلدهم. فضل يومها نص الليل صاحي بيحاول يميز صوت نفس فيرجينيا المرهقة اللي كانت نايمة جنبه، بس ما كانش قادر يسمع غير صوت صفير الريح برا البيت. بين النوم واليقظة تهيأ له كأن في مكنة صنفرة عملاقة بتهز البيت كله من أساسه. الفكرة خلته يترعش. نيفل عمره ما قدر يتعود على العواصف الترابية، صوت الرمل والتراب كان بيخليه جز على أسنانه. ما كانتش العواصف دي بتيجي بشكل منتظم يسمح له باعتياد الأمر، وكان بيقضي ليلة مرهقة بلا نوم ويصحى يروح شغله تاني يوم بنص عقل. بس دلوقتي كان كمان قلقان على فيرجينيا. الساعة 4 صباحا فاق من غفوة سريعة ولاحظ إن العاصفة مرت. التناقض بين صوت الريح وبين الصمت التام خلى ودانه تصفر. قام من مكانه وبص على فيرجينيا، كانت نايمة على ظهرها صحية عينها مفتوحة وبصة للسقف بصمت. نيفل سألها: إيه مالك؟ ما ردتش عليه. فيرجينيا عينها اتحركت ببطء في اتجاهه. مفيش حاجة، كمل نومك. حسب ايه؟ نفس الحاجة. فضل جنبها لحظات ساكت وبصص لها. طيب، قالها وتدور على جنبه وقفل عينه. جرس المنبه رن الساعة 6:30. عادة بتقوم فيرجينيا قبله تطفي المنبه، لكنها ما عملتش ده. قام هو ومد دراعه من فوقها وقفل المنبه. كانت لسه نايمة على ظهرها مكانها وبصة في السقف. سألها بقلق: مالك بس؟ بصت له وهزت راسها على المخدة. معرفش، مش جاي لنوم. ليه؟ اتنهدت بصوت مسموع. لسه حاسة انك ضعيفة؟ حاولت تقعد لكن ما قدرتش. خليكي هنا ما تتحركيش. وحط ايده على جبهتها. حرارتك مش مرتفعة ولا حاجة. انا مش حاسة اني مريضة، انا مرهقة بس. وشك شاحب جدا. عارف، شكلي كأني بقيت شبح. طيب ما تقوميش. بس هي عدلت وضع جسمها وقعدت في السرير. أنا مش هسمح لنفسي بالدلع ده دلوقتي. قوم أنت وغير هدومك، أنا هبقى كويسة. لو حاسة أنك مش كويسة ما تقوميش من السرير. طبطبت على دراعه وابتسمت. أنا هبقى كويسة، ما تقلقش. يلا قوم اجهز أنت. بينما كان بيحلق دقنه سمع صوت حركتها برا، فتح الباب. كانت بتقطع أوضة المعيشة بخطوات بطيئة، جسمها بيتهز ببطء. كان لازم تفضل في السرير. الحوض كان متغطي بالكامل بطبقة من الغبار، التراب اللعين ده كان في كل مكان. يومها اضطر ينصب خيمة فوق سرير كاثي علشان يحميها من التراب ده وهي نايمة. علق ملاية دق أطرافها في الحيط فوق السرير ومدها فوقه مرفوعة على عمودين خشب. مقدرش يحلق دقنه كويس، ما كانش فيه وقت يعيد الحلاقة تاني. أخد فوطة نظيفة من دولاب الحمام نشف وشه كويس، وقبل ما يرجع أوضة النوم تاني راح على أوضة كاثي. كانت لسه نايمة، رأسها الأشقر الصغير ثابت على المخدة بلا حركة، وخدودها محمرة بفعل الدفى والنوم العميق. مد إيده ورفع طرف الملاية المتعلق ولمها بالغبار اللي فيها وخرج من الأوضة وهو بيسب العاصفة والتراب. أنا نفسي العواصف دي تهدى بقى، قالها وهو داخل المطبخ بعد 10 دقايق. أنا متأكد إن ال وقطع جملته. عادة بيدخل المطبخ يلاقي فيرجينيا قدام البوتاجاز بتقلب البيض أو التوست أو البانكيك، بتعمل قهوة. بس اليوم ده دخل لقاها قاعدة قدام الترابيزة في المطبخ والقهوة بتغلي على البوتاجاز ومفيش أي حاجة تانية بتتعمل. حبيبتي، لو فعلا مش حاسة انك كويسة ياريت ارجعي السرير وانا هجهز الفطار. لا ما تشغلش بالك، انا كنت بريح بس. انا اسفة، هقوم حالا اجهز الفطار.
خليكي مكانك، أنا هعرف أتصرف. وراح على التلاجة وفتحها. نفسي أفهم بس إيه الدور الغريب ده؟ نص جيراننا عندهم نفس الدور، وإنت بتقول إن أكتر من نص عمال المصنع متغيبين. ممكن يكون فيروس منتشر اليومين دول. هزت راسها. مش عارفة بقى، أنا مش عارف هنلاقيها منين ولا منين، العواصف ولا الناموس ولا أعداد الناس اللي مرضت فجأة. قالها وهو بيصب عصير البرتقال في كوباية، وبعدين بص في الكوباية ولقط منها أجسام صودا صغيرة طافية فوق العصير، ذرات تراب. ونفسي أفهم الحاجات دي دخلت التلاجة إزاي. أنا مش عايز عصير معاك. فعلا؟ أوه. بس ده كويس علشانك دلوقتي. حاولت تبتسم. مش هقدر أشرب فعلا يا حبيبي. رجع إزازة العصير التلاجة وقعد قدامها. حسب أي ألم، صداع، أي حاجة؟ هزت راسها ببطء. نفسي بس أفهم المشكلة فين بالظبط. طيب حاولي تتصلي بدكتور بوش النهاردة. هعمل كده. قالتها وحاولت تقوم من مكانها. حط كف إيده على إيدها. لا 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 لا، خليكي مرتاح. بس أنا مش فاهمة، أنا عاملة كده ليه بالظبط؟ كانت طول عمرها كده من ساعة معرفها، بتغضب جدا لما تكون مريضة. تعالي هرجعك السرير تاني. لا أنا عايزة أقعد هنا معاك، هبقى أرجع السرير لما كاثي تروح المدرسة. ماشي، مش عايزة أعملك أي حاجة؟ لا. شوية قهوة؟ هزت راسها. هتتعبي أكتر لو ما أكلتيش أي حاجة. فعلا مش جعانة. خلص العصير وقام يجهز الفطار، كسر بيضتين ورماهم في المقلة على البوتاجاز، وأخذ قطعتين توست من دولاب المطبخ ورجع بيهم على الترابيزة. هات دول أحطهم لك في التوستر، خلي بالك أنت من ال... مالك فيه؟ كانت بتحرك إيدها قدام وشها. لا لا مفيش، دي ناموسة بس. ما احنا شكلنا كده داخلين على عصر الحشرات دي. أنا بقرف منهم جدا، بيبقوا شايلين أمراض. احنا لازم نبدأ من النهاردة نعلق ناموسية على سرير كاثي. أيوه أنا كنت بفكر في ده برضو. قالها وهو بيقلب الأكل قدام البوتاجاز. وما افتكرش كمان الرش جايب معهم نتيجة. فعلا؟ لا. غريبة قوي، المفروض إن ده كان أفضل رش موجود في السوق. ونقل الأكل من المقلة لطبق وكمل كلامه. متأكدة إنك مش عايزة قهوة؟ متأكدة، شكرا. قعد قدامها وهي نولته التوست. أتمنى من كل قلبي ما تكونش دي سلالة ناموس جديدة. فاكرة الجراد العملاق اللي اكتشفوها في كولورادو؟ آه. ممكن تكون الحشرات دي بتحصل فيها طفرات. يعني إيه؟ يعني إنهم بيتغيروا فجأة، تحصل شوية طفرات جينية، خطوات تطورية. يمكن يكون ده بسبب التفجيرات؟ ممكن. التفجيرات هي اللي سببت العواصف الترابية، ممكن تكون سببت حاجات تانية برضو. وتنهدت وهزت راسها. لا، وبيقولوا إننا كسبنا الحرب. محدش كسب أي حاجة، الناموس بس هو اللي انتصر. نيفل ابتسم. شكلها كده. فضلوا قاعدين مكانهم لحظات بدون كلام، مفيش غير صوت الشوكة والسكينة على الطبق وهو بياكل. بصيت على كاثي بالليل؟ وبصيت عليها كمان من شوية. هي كويسة، ما تقلقيش. تمام. وبصيت له بثبات. روبرت، في حاجة كنت بفكر فيها. ايه رأيك لو نبعتها عند أمك في الشرق لحد ما أبقى كويسة؟ أنا خايفة عليها من العدوى. ممكن، بس لو خايفة من العدوى فعلا فمش هيفرق قوي وجودها هناك من هنا. بصت له نظرة كلها قلق. تفتكر كده فعلا؟ فعلا معرفش، بس أفتكر هي في أمان هنا. لو الموضوع بدأ يسوء فعلا هقعدها من المدرسة. وبعدين بدأ أنه هيكمل كلامه لكنه سكت. تمام. بص لساعته. طيب أنا لازم أتحرك بقى. هزت راسها وهو أخد آخر لقمة من الطبق، وبينما كان بيشرب القهوة سألته. أنت جبت الجرايد امبارح؟ هتلاقيهم عندك في الصالة. في أي أخبار جديدة؟ لا، نفس الكلام المعتاد، الموضوع هو هو في كل مكان في البلد كلها، شوية هنا شوية هناك،
بس لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا سبب العدوى. فيرجينيا عضت شفتها السفلى. معقولة لحد دلوقتي مش عارفين ايه ده؟ افتكر كده، لو كانوا عرفوا حاجة اكيد كانوا قالوا حاجة، بس اكيد عندهم فكرة على الاقل. كل واحد عنده نظريته، بس كلها ملهاش اي قيمة. وبيقولوا ايه؟ بيقولوا كل حاجة، بدءا بالحرب البيولوجية وطالع. تفتكر الموضوع كده فعلا؟ حرب بيولوجية؟ ايوه. الحرب خلصت. روبرت، انت لازم تروح الشغل النهاردة؟ نيفل ابتسم. ما قداميش اختيارات، هناكل منين؟ فهمة بس. مد ايده لإيدها وحس ببرودتها. ما تقلقيش، كل حاجة هتبقى كويسة. طيب رأيك كاثي تروح المدرسة برضو؟ ما افتكر كده احسن. فيرجينيا بلعت رقها بصعوبة وقالت حاضر لو انت شايف كده. عايزة حاجة قبل ما امشي؟ هزت راسها. جميل، انت بقى تفضلي في البيت النهاردة في السرير. حاضر، هرجع السرير لما كاثي تروح المدرسة. سمع صوت كلاكس العربية، خلص آخر رشفة قهوة، دخل الحمام، غسل بقه وخرج وأخد الجاكيت وقفلوا عليه كويس. بس فيرجينيا على خدها. سلام دلوقتي وخلي بالك من نفسك. ها، سلام وانت كمان. خرج وقفل الباب وراه. كان حاسس ببواقي التراب لسه في الهواء، شامم ريحته الجافة المزعجة. ركب العربية اللي مستنياه برا وحيا السواق. صباح الخير. ورد عليه بن كورتمان. صباح النور. الفصل السابع. مستخلص من الأليوم ستافيوم، جنس من النباتات تابع للفصيلة الزنبقية، يضم الثوم والبصل والكراث والثوم المعمر، لون باهت ورائحة نفاذة، مكون من ماء 64.6%، بروتين 6.8%، دهون 0.1%، كربوهيدرات 26.3%، ألياف 8%، رماد 1.4%. أخيرا لقاها. مسك التوم الزهري اللون صلب الملمس بين إبهام إيده اليمنى وراحت إيده الشمال. بقاله 7 شهور بيربط فصوص التوم في بعضها على شكل عقد ويعلقها برا البيت بدون ما يكون أدنى فكرة عن السبب الحقيقي اللي يخلي التوم يبعد مصاصين الدماء عن البيت، وجه الوقت دلوقتي علشان يحاول يفهم السبب في ده. وضع الفص على حافة الحوض، الكرات والبصل والتوم، يا ترى كلهم ليهم نفس التأثير؟ هيحس بغبائه فعلا لو كانوا كلهم بيأدوا الغرض وهو طول الوقت بيدور على التوم وبس. هرس فص التوم بجنب السكين لحد ما تحول لعجين وشم الريحة النفاذة القوية. تمام، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ رحلته بالذاكرة في الماضي ما وصلتهوش لأي حاجة، مجرد كلام عن الحشرات الناقلة للعدوى وعن الفيروسات، ودي مش الأسباب الحقيقية ورا اللي بيحصل، كان متأكد من ده. بس الرحلة في الماضي سابت له أثر مختلف، ألم التذكر. كل كلمة كان بيفتكرها كانت كأنها نص لسكين بيتغرس فيه. كل الجروح القديمة اتفتحت تاني مع كل ذكرى عن فيرجينيا، وكان لازم يوقف محاولاته للغوص في الماضي. دلوقت بغمض عينيه، إيده مقفولة بقوة، بيحاول بيأس يقبل بشروط الحاضر والأمر الواقع. فتح عينه تاني وقال لنفسه، حاول تركز، حاول تعمل أي حاجة، أي حاجة. بص تاني على الكلام في الكتاب قدامه. المية؟ هل المية هي السبب؟ لا طبعا، ده سخف، المية موجودة في كل حاجة. طيب البروتين؟ لا. الدهون؟ لا. كربوهيدرات؟ أكيد لا. ألياف؟ برضو لا. رماد؟ لا. طيب إيه؟ تنتج رائحة الثوم ونكهته المميزة عن زيت عطري يبلغ حوالي 2% من الوزن، ويتكون بشكل أساسي من كبريتيد الألايل وأيزوثيوسينات الألايل. يمكن تكون الإجابة في المكونات دي؟ ورجع للكتاب تاني.
يمكن تحضير كبريتيد الألايل عن طريق تسخين زيت الخردل وكبريتيد البوتاسيوم على درجة حرارة 100. اترمى على كرسي قط المعيشة ونفسه بيعلى. وأنا هجيب منين زيت الخردل وكبريتيد بوتاسيوم؟ وهجيب منين الأدوات اللي هحضر بيها المكونات دي؟ حلو قوي، بعد أول خطوة بس خبطت في حيطة سد. بس قبل ما يستسلم لليأس لقى نفسه بيقول بصوت عالي: لا بالله عليك يا أخي بقى، ما هو أنت مش هينفع تكمل في الحياة بالشكل ده. مش عارف أنت عايش ليه ولا بتحاول تعمل أي حاجة، مستني تموت بالخرف بعد عمر طويل أو تموت في حادثة تنهي مأساتك بسرعة. يا إما تحاول تلاقي دلوقتي إجابة، يا إما تنهي كل حاجة بإرادتك ودلوقت. بص على ساعته، 10:30 صباحا، لسه في وقت. مشي لطرقة البيت بسرعة وبدأ يدور في دليل التليفونات. أهو في مكان معين ممكن يلاقي فيه اللي بيدور عليه. بعد 4 ساعات بس أمن على الترابيزة اللي كان شغال عليها، رقبته متشنجة من كتر ما كان موطي، وفي إيده سرنجة مليانة كبريتيد الألايل. والأول مرة حس إنه أنجز حاجة بجد من ساعة ما بدأت عزلته القصرية. جري على العربية ودور وطلع. دايما الأماكن اللي كان بيزورها ويطهرها من مصاصين الدماء كان بيعلم عليها على الخريطة، ودلوقتي كان سايق لأماكن جديدة. ممكن يكون في مصاصين دماء جدد رجعوا تاني استخبوا في الأماكن اللي هو طهرها بالفعل، بس مفيش وقت يدور دلوقت. وقف بالعربية ودخل بيت جديد عليه، وعلى طول راح طلع على أوضة النوم. كانت فيه شابة نايمة على السرير وعلى شفايفها بقايا دم. نيفل قلبها على وشها وحقن فيها سرنجة كبريتيد الألايل، وبعدين عدلها تاني على ظهرها ورجع خطوة لورا وفضل نص ساعة واقف مستني حاجة تحصل. مفيش أي حاجة حصلت. قال لنفسه: إزاي؟ وإيه معنى ده؟ لما بعلق التوم بيبعده، وأهم حاجة بتميز التوم هي الزيت اللي حقنته فيها ده، بس مع ذلك ما حصلتش أي حاجة ولا أي حاجة. رمى السرنجة على الأرض وارتجى في جسمه بفعل الغضب، بفعل الإحباط، ورجع بيته تاني. قبل الغروب بنى هيكل خشبي صغير في الحديقة الأمامية للبيت وعلق عليه حزمة بصل، وقضى ليلة مش بيفكر فيها غير في كل الحاجات اللي لازم يعملها. لما خرج من بيته الصبح كان الهيكل الخشبي اللي علق عليه البصل شظايا. كان ماسك الصليب في ايده، ذهبي بيلمع تحت ضوء الشمس. دي برضو حاجة بتبعد مصاصي الدماء، بس ليه؟ هل ده سؤال ليه جواب منطقي؟ إجابة بعيدة عن الخرافات؟ ما كانش فيه غير طريقة واحدة للتأكد من ده. شد الست من سريرها وحوار داخلي بيدور في عقله: هو أنت ليه بتجرب على ستات بس؟ لا، الملاحظة دي ملهاش أي معنى، دي مجرد صدفة مش أكتر. صدفة فعلا؟ طيب والراجل اللي في أوضة المعيشة؟ يوه، يعني هو أنا رايح أعتدي عليها؟ في النهاية تجاهل الحوار الداخلي، كان حاسس كأن في كائن غريب عايش معاه في عقله. زمان كان ممكن يسميه الضمير، بس دلوقتي الكائن ده مجرد مصدر إزعاج وبس. إحنا مش في مجتمع ممكن يكون فيه الضمير شيء مفيد خالص. كان نقل الست الجراج بيته، وقرر إنه مش هينفع يقضي النهار كله واقف قدامها مستني. ربطها كويس في الكرسي وحاول يشغل نفسه بأي حاجة في الجراج. لما جه الليل قفل باب الجراج ودخل البيت تاني، وقفل الباب كويس بعد ما علق عليه صليب. جهز لنفسه حاجة يشربها وقعد على الكنبة قدام الست. كان في صليب كبير دلوقتي متعلق من السقف ونازل قدام وشها بالظبط. الساعة 6:30 فتحت عينها فجأة، كأنها شخص بيفكر وهو نايم طول الوقت في كم الشغل اللي وراه لما يصحى. شخص بيفوق تماما بمجرد ما يصحى من النوم، مش بياخد وقته، شخص عارف كويس لازم يعمل ايه. بمجرد ما فتحت عينها وشافت الصليب قدامها ارتجفت فجأة وبعدت عينها، دورت وشها، جسمها كله تلوى وهي قاعدة مربوطة في الكرسي. خايفة من ايه؟ قالها نيفل واتخض. خايفة مع صوته بيتكلم بعد فترة صمت طويلة، بس عينها جت عليه هو، بصت له بطريقة خلته يرتجف من الرعب. الطريقة اللي عينها كانت بتتوهج بيها، الطريقة اللي اتحرك بيها لسانها على شفايفها،
الطريقة اللي جسمها انطفت بيها في اتجاهه بتحاول توصله. الزمجرة اللي خرجت منها كأنها كلب بيدافع عن عظمته. الصليب، خفتي منه ليه؟ وهي بتحاول تتخلص من قيودها، بتتلوى علشان تحرر ايدها بدون أي كلمة، مجرد أصوات خارجة منها وبس. عينها ثابتة عليه كأنها بتحرقه. ونيفل كرر بغضب أكبر، الصليب مخوفك ليه؟ وقف على رجليه فجأة، شد الصليب من مكانه وقربه من وشها أكتر. رجعت براسها برعب وهي بتزقر بالفعل. بصيله كويس. اتحول صراخها دلوقتي لعويل مرعب، عينها بتلف بوحشية في أنحاء الأوضة، عين بيضة واسعة وبؤبؤ كأنه نقطة سودة جواها. مسك كتفها وبعد إيده فجأة بسبب الألم. إيده كانت بتنزف، أثر أنيابها اللي اتغرست في إيده كان واضح، ولما حرك إيده تاني المرة دي في اتجاهها كانت ضربة قوية على وشها. بعد 10 دقايق فتح باب البيت وزقها برا وصفع الباب وراها. وقف مكانه بعدها بيلهس بقوة، وسمع صوتهم من خلال الحيطة المعزولة، بعيد وشاحب، لكنه كان سمعهم بيتقاتلوا زي الضباع على الفريسة اللي رمها لهم. راح على الحمام وصب الكحول على الجرح. إحساس السائل وهو بيحرق مكان الجرح الغائر كان ممتع. الفصل الثامن. انحنى نيفل على الأرض ولقت قطعة من الطين الجاف، مررها بين صوابعه وكسر الكتل الكبيرة منها وتحولت لتراب. وسأل نفسه طبقا للقصة، يا ترى كم واحد فيهم بيدفن نفسه في التراب وهز راسه؟ أكيد قلة. طيب فين نقط التشابه مع الأسطورة؟ غمض عينيه ورمى التراب من إيده. يا ترى اللي بيختاروا إنهم يناموا في التراب هم اللي بيكونوا رجعوا من الموت؟ لو قدر يأكد أو ينفي ده ممكن يكون نظرية ما. بس أهو سؤال جديد بيتضاف لقائمة الأسئلة اللي مش عارف يرد عليها. وافتكر سؤال تاني، طيب يا ترى لو مصاص الدماء ما كانش مسيحي أصلا، هل هيكون رد فعله تجاه الصليب برضو عنيف كده؟ وضحك، ضحك بصوت أشبه بالنباح. ياه، بقالي قد إيه ما ضحكتش بصوت عالي، نسيت حتى الواحد بيضحك إزاي. ضحكي شبه صوت نباح كلب مريض، بس عادي، ما هي دي الحقيقة، كلب مريض مش أكتر. الساعة 4 الصبح اليوم ده كان فيه عاصفة ترابية خفيفة. الغريب إن العواصف دي بتخليه أحياناً يفتكر فيرجينيا، كاثي، وكل الأيام الرهيبة دي. حاول يمنع نفسه، لأ، تفكير في الماضي دلوقتي خطر، ركز في الحاضر وبس. ولقى نفسه تاني بيتساءل، هو ليه اختار إنه يتشبث بالحياة؟ مفيش سبب حقيقي، يمكن أنا بس أغبى من إني أنهي كل شيء. دور عينيه في الشارع الفاضي، ها هنعمل ايه النهاردة؟ وقرر في النهاية انه يختبر فكرة المية الجارية، يشوف ان كانت منطقية فعلا ولا لا. طبقا للأسطورة مصاص الدماء بيخاف يعدي من فوق مية جارية. دفن خرطوم مية في الارض وصله بحوض خشبي صغير، ومن الطرف التاني للحوض خرج خرطوم تاني كموصل للمية من الحوض للارض. بعد ما خلص دخل البيت، اخد حمام سريع، حلق دقنه وبدأ يغير على الجرح. الجرح كان أوشك على الالتئام تماما، بس عموما ما كانش قلقان بالخصوص ده. مع الوقت كان نيفل اتأكد تماما إنه منيع ضد العدوى بأيا كان اللي بيصيبهم. الساعة 6:30 دخل أوضة المعيشة، وقف قدام الفتحة الصغيرة للباب، لسه ما فيش حاجة، وقرر يجهز لنفسه حاجة يشربها. لما رجع تاني يبص من الفتحة الصغيرة في الباب شاف بين كورتمان. نيفل تمتم، اخرج يا نيفل. وبين كورتمان بالفعل كرر الكلمات بصوت عالي، اخرج يا نيفل. بين ما تغيرش كتير، مازال شعره اسود، جسمه مازال اميل للبدانة، وشه مازال ابيض، بس دلوقتي بقت عنده لحية، منطقة شعر الشنب اطول من الشعر على خدوده ورقبته، دي الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت. زمان كان بين دايما بيحلق دقنه بعناية شديدة، كل يوم الصبح وهو جاي ياخد نيفل بالعربية علشان يروحوا المصنع مع بعض كان بيبقى لسه حالق وريحته دايما كولونيا.
دلوقتي هو واقف بيتفرج على بن وحاسس إنه شخص غريب عليه تماما. في يوم من الأيام كانوا بيركبوا العربية مع بعض في طريقهم للشغل، يتكلموا عن العربيات، عن البيسبول، عن السياسة، وفي أيام تانية بقوا بيتكلموا عن انتشار الوباء، عن أحوال فيرجينيا وكاثي، عن حالة فريدا كورتمان. نيفل هز رأسه، مفيش جدوى من ذكريات الماضي دلوقت، الماضي مات زيه زي بن كورتمان. العالم اتجن، الموتى بيحكموا الأرض، وانت واقف مكانك مش بتعمل أي حاجة. كان غريب قوي قد إيه عودة الجثث تاني بقى أمر معتاد، والأغرب إن الإنسان ممكن يصدق المستحيل بمجرد ما يشوفه بيتحقق قدامه. وهو بيتفرج على بن كورتمان كان حاسس كأن كورتمان بيفكره بحد معين، بس ما كانش قادر يمسك الفكرة كويس، مش قادر يعرف بيفكره بمين. بس هتفرق في إيه دلوقتي إن كان بيفكره بحد ولا لأ؟ ساب كوبايته على الشباك واتجه للمطبخ وفتح نافية الحوض ورجع تاني. لما بص من فتحة الباب كان فيه راجل تاني وست بيقربوا من جنينة البيت ومن كورتمان. محدش فيهم كان بيتكلم، عمرهم ما كانوا بيتكلموا مع بعض، بيمشوا ويمشوا ويلفوا حوالين بعض كأنهم ذئاب مسعورة، حتى عيونهم مش بتتقابل، نظراتهم الجعانة كلها موجهة للبيت، للفريسة المستخبية جواه. كورتمان قرب من خرطوم المية والحوض الخشبي، بصلهم وبعدين رفع عينه في اتجاه نيفل وابتسم. نيفل اتخشب مكانه، وبن كورتمان بعدها نط من فوق الحوض ورجع تاني. نيفل ريقه نشف، ده فاهم انا بحاول اعمل ايه؟ اللعين ده فاهم. بخطوات ثابتة رجع تاني نيفل على جوه في اتجاه اوضه النوم واخد مسدسه. بن كورتمان كان لسه واقف قرب الحوض الخشبي لما ضربته رصاصة من مسدس نيفل في كتفه الشمال. خطواته اتعصرت وهو بيرجع بظهره. نيفل ضرب طلقة تانية مرت على بعد سنتيمترات من جسم كورتمان وضربت الأسمنت جنبه. بن كورتمان كان بيحاول يقوم من مكانه وهو بيزقر بغضب لما أصابته الرصاصة التالتة في صدره. أبخرة البارود كانت خارجة من المسدس ونيفل واقف بيراقب المشهد. لحظات ودخل تاني وقفل فتحة الباب بعد ما وقفت ست بينه وبين كورتمان وحجبت الرؤية. لما بص تاني بعد دقايق كان كورتمان بيمشي بسرعة وبجنون في دواير برا البيت وهو بينده عليه بيدعوه تاني للخروج. وفي ضوء القمر افتكر فجأة بن كورتمان بيفكره بمين، وأول ما افتكر بدأ يضحك ضحك مكتوم، ياه أوليفر هاردي. وافتكر نيفل أفلام لوريل وهاردي القديمة اللي كان بيشوفها على البروجيكتور. كورتمان كان نسخة طبق الأصل من الممثل الكوميدي البدين، يمكن ما كانش بدين بنفس المقدار بس ده الاختلاف الوحيد، ده حتى الشنب موجود دلوقت. أوليفر هاردي بيقع على ظهره بعد ما يتضرب بالنار بس بيقوم تاني مهما حصل، اتضرب بالنار ولا تقطع بالسكاكين ولا ضربته عربية ولا وقعت عليه عمارة أو غرق في المية، دايما بيقوم تاني. ودي بن كورتمان اهو، نسخة مشوهة مخيفة من أوليفر هاردي، برضو بيقوم تاني. والفكرة كانت بالنسبة له مضحكة بشكل هستيري، ما كانش قادر يبطل ضحك. الموضوع ما كانش مضحك قد ما كان تحرر لطاقة دفينة، عينه دمعت من كتر الضحك، كوبايته بتتهز في ايده وبتقع محتوياتها في كل مكان، وقع على الارض وهو مش قادر يسيطر على نوبة الضحك الرهيبة دي. بعدها بكى. كان بيغرز الاوتاد في كل مكان، في المعدة، الكتف، الرقبة، الرجلين والإيدين، بيغرزهم بضربة واحدة بالمطرقة، دايما نفس النتيجة، الدم بينفجر خارج من الجسد أحمر وقاني. وقال لنفسه الجواب واضح، فقدان الدم اللي بيعيشوا عليه هو سبب نجاح الطريقة دي في قتلهم، النزيف الحاد. بس بعدها قابل ست منهم كانت مستخبية في بيت مدهون أبيض وأخضر. اليوم ده لما غرس الوتد في صدر الست بدأت تتحلل، تتفكك بسرعة رهيبة. المشهد كان لا يصدق، كان على وشك يفقد الفطار اللي أكله قدام المشهد البشع. ولما قدر تاني يبص على السرير ما شافش غير طبقة رماد كأنها ملح وفلفل مخلوطين بامتداد السرير وفي نفس المكان اللي كان فيه جسم الست. دي كانت أول مرة يشوف فيها حاجة زي كده.
خرج من البيت مصدوم من اللي شافه، رجله بتترعش. قعد في العربية لمدة ساعة بيحاول ينسى، بس معرفش يمحي المشهد عن خياله. كل حاجة حصلت بسرعة شديدة بمجرد ما بدأ يضرب الوتد، كانت بتتلاشى قدام عينه. افتكر حديث قديم بينه وبين زميل ليه في المصنع. زميله كان دارس علم تشريح الجثث، حكاله يومها عن طريقة لحفظ الجثث في أدراج مفرغة من الهواء، طريقة بتخلي الجثث تفضل فترة طويلة زي ما هي، طريقة فعالة جدا لدرجة إن شكل الجثث ما بيتغيرش. زميله حكاله إن بمجرد ما تسمح لشوية هواء إنهم يدخلوا بعد فترة، هوب تلاقي الجثة من دول بقت تراب قدام عينيك. نيفل افتكر الكلام ده وافتكر الست اللي تحولت لرماد قدامه. يمكن الست دي قديمة قوي، بقالها كتير من بداية الوباء، يمكن ميتة بالفعل من زمان، الله أعلم بقى بقالها قد إيه. اللي شافه يومها هزه جدا، ما كانش قادر يعمل أي حاجة تانية اليوم ده، وفكر إنه ولا الأيام اللي جاية كمان هيقدر. فضل في البيت فترة مش بيخرج، ساب الجثث تتكدس بره البيت ليلة بعد ليلة، سايب العالم ينتهي ببطء. أيام فضل قاعد على كرسي مش بيفكر غير في المشهد ده وبس، ومهما كان بيحاول كان دايما بيلاقي نفسه تاني بيفتكر فيرجينيا، بيفتكر نفسه في المقبرة وهو بيرفع غطى التابوت. بدأ يشك إنه بيمرض، الركفة، العصبية، شعوره بالبرد والضعف، يا ترى هي دي بقى بداية الأعراض؟ جات له أخيرا؟ الفصل التاسع. الصبح، بداية يوم جميل، مفيش صوت غير غنى العصافير في الشجر، مفيش نسمة هوا، غصون النباتات ساكنة تماما، موجة حر مخيمة على كل حاجة في الشارع الهادي، وقلب فيرجينيا نيفل بطل يدق. قعد جنبها على السرير، عينه على وشها الأبيض، صوابع إيدها في كفه، جسمه ثابت كأنه كتلة صلبة ميتة من اللحم والعظم، عينه مش بترمش، بقه خط مقفول، حتى حركة صدره وهو بيتنفس محدودة كأنه بطل يتنفس تماما. في حاجة حصلت في مخه في اللحظة اللي فشل فيها إنه يلاقي نبض فيرجينيا، حس كأنه مخه اتجمد، حس كأن تكلسات بتتكون حوالين مخه بتحوله لحجر. غرق بجسمه جنبها في السرير، ما كانش فاهم هو إزاي لسه عايش، إزاي اليأس ما سحقهوش تماما. الوقت حبيس خطاطيف مهولة بتمنعه من الحركة، كل شيء ثابت مكانه، الحياة، العالم كله، كل حاجة وقفت مكانها فجأة مع آخر دقة من قلب فيرجينيا. 30 دقيقة عدوا، 40، وببطء بدأ جسمه يترعش، مش جزء في جسمه، لأ، مش عصب هنا ولا هناك، لأ، جسمه كله بيترعش ككتلة واحدة، كتلة أعصاب محرومة من الإرادة، واللي بقيله من عقل واعي كان فاهم إن ده هو رد فعله. وزي ما بدأت الركفة انتهت فجأة. قام من على السرير وخرج من الأوضة، بلع السائل الحارق جرعة واحدة وحس بيه بيحرق أمعائه، ترنح، إيده بتترعش، وصب لنفسه تاني وشرب. حاول يقنع نفسه إن ده حلم، كانت محاولة كأنها صوت مستقل بيتكلم في عقله بصوت عالي. فيرجينيا، فضل يدور من جنب للتاني، عينه بتدور في الأوضة كأن في حاجة ضاعت منه هو مش عارفها، كأن باب الخروج من بيت الرعب ده اختفى، بتخرج منه أصوات عدم تصديق. ضغط كفوفه في بعضها بيحاول يجبرها تبطل ركفة، إيده مع ذلك بتترعش لدرجة إنه ما بقاش قادر يميز شكلها. فيرجينيا، أخذ خطوة وهو بيصرخ باسمها، والأوضة كلها بتترنح وبتفقد اتزانه. تفجر الألم في ركبته اليمين وامتدت لساقه كلها، جر نفسه لأوضة المعيشة، وقف قدام باب أوضة النوم وعينه ثابتة عليه زي تمثال رخام، وبدأ مشهد تاني يتعاد في خياله. النار عظيمة ومتوهجة، الزئير العالي للون الأصفر الملتهب، سحب كثيفة واصلة للسماء،
وجسم كاثي بين دراعاته. الراجل بيقرب منه وبيشد جسمها من ايده كأنه بيشد خرق قماش، وبيمشي في اتجاه النار شايل الجسم الطفل، وهو واقف مكانه محطم تماما تحت قبضة صدمة لا تحتمل. وفجأة اندفع ناحية النار وهو بيصرخ كاثي، بس دراعته امتدت ومنعته، لابسين البدلات الواقية والأقنعة. رجله حفرت ممرين في الأرض وهم بيجروه بعيد عن المكان. دماغه انفجرت، مش قادر يتوقف عن الصراخ الرهيب. بعدها الشعور بالألم المفاجئ المخدر في فكه، واختفى ضوء النهار. لما فاق كان قاعد في عربية بين كورتمان السعال اللي هاث، وهو متيبس مكانه والعربية بتبعد. عينه جت على سحابة الدخان العملاقة المرتفعة في السماء، كأن كل يأس العالم وألم الأرض اتحول للشبح الأسود ده. كان بيفتكر كل ده وهو واقف قدام الباب وغمض عينه وجز على أسنانه بشكل مؤلم. لأ، مش هيسيب فيرجينيا كمان لنفس المصير حتى لو هيقتلوه. خرج من البيت، مشي على العشب الأصفر وخرج للشارع في اتجاه بيت بن كورتمان. وهج الشمس بيحرق عينيه، إيده بتتحرك جنب جسمه وهو ماشي كأنها متخدرة. وقف متخشب قدام الباب، عقله بينبض بالألم. لأ، ما يهمنيش القانون، ما يهمنيش حتى لو كان الرفض معناه إني أموت، أنا مش هحط فيرجينيا في الحفرة دي. وخبط على الباب. بن. بيت بن كورتمان صامت تماما، الستاير البيضة قدام الشبابيك مش بتتحرك. كان قادر يشوف من خلالها الكنبة الحمراء، الأباجورة، بيانو الحائط اللي كانت فريدا كورتمان دايما بتلعب عليه في يوم من الأيام بعد الظهر. هو النهاردة إيه؟ نسي الأيام كلها. الغضب بيتدفق جواه وهو بيخبط تاني على الباب. بن، راح فين ده دلوقتي؟ بس دق جرس الباب فترة طويلة لكن بلا جدوى. في النهاية زق الباب بقوة والباب اتفتح ودخل. صمت تام في غرفة المعيشة. زعق. بن، أنا محتاج عربيتك ضروري. كانوا في أوضة النوم ساكنين تماما في غيبوبتهم النهارية، صدورهم بتتحرك بأنفاس تقيلة متعبة. وقف لحظات بصص لهم. على رقبة فريدا شاف الجرح لأول مرة وبقايا الدم الجاف. عينه راحت على رقبة بن، ما كانش فيه أي جروح. وسمع صوت في عقله بيسأل، لو إني بس أصحى من الكابوس ده. بس لأ، ده كابوس مفيش منه استيقاظ. لقى مفاتيح العربية على المكتب، أخدها وساب البيت الصامت. دي كانت آخر مرة يشوف فيها بن ومراته عايشين. دور موتور العربية وسابه داير دقايق وهو واقف مكانه باصص قدامه خلال إزاز العربية المهمل. دبانة بتزن جوه العربية الخالية تماما من الهواء. وبعد لحظات بدأ يتحرك. ركن في الممر قدام جراج بيته ودخل. البيت بارد وصامت، مفيش غير صوت خطواته المكتوم على السجادة والعالي على أرضية الطرقة الخشبية. وقف بلا حراك قدام باب الأوضة وبصلها. كانت مازالت نايمة على ظهرها، صوابع إيدها منحنية شوية وبدا كأنها نايمة مش أكتر. اتدور ورجع تاني لأوضة المعيشة. هيعمل إيه دلوقت؟ الخيارات كلها بلا معنى، الحياة كلها خلاص بقت بلا معنى، وبغض النظر عن قراره أيا كان. وقف قدام الشباك بص للشارع الهادي المغمور بأشعة الشمس، وسأل نفسه تاني، وأنا ليه رحت جبت العربية دلوقت؟ بلع ريقه، ما أقدرش أسيبهم يحرقوها، بس أنا في إيه تاني ممكن أعمله؟ فكرة الحانوتي والجنازات المعتادة اتلغت. أولاً محدش بيقدم الخدمة دي دلوقت، وثانياً الموضوع بقى ممنوع أصلاً. أي حد بيموت لازم بلا استثناء يتنقل لأماكن الحرق بمجرد الوفاة، دي الطريقة الوحيدة اللي يعرفوها لمنع انتشار الوباء. النار بس هي اللي بتقدر تدمر البكتيريا سبب الطاعون. كان عارف ده كويس وعارف إن ده هو القانون، بس هل كل الناس كانت ملتزمة فعلاً بالقانون؟
كم واحد قدر فعلا ياخد مراته شريكة حياته يرميها في النار؟ كم أب جرؤ يعمل ده مع طفله؟ كم ابن قدر فعلا يرمي أبوه ولا أمه في الحفرة الرهيبة دي بمساحة 100 متر مربع وعمق 30 متر؟ لأ، لو كان فاضله أي حاجة في الدنيا دي فهو العهد اللي أخده على نفسه إنه ما يرميهاش في النار. مرت ساعة قبل ما ياخد قراره أخيرا، راح جاب عدة الخياطة بتاعتها واستمر في الخياطة لحد ما بقاش باين غير وشها وبس، وبصوابع مرتعشة كمل خيط فتحة البطانية اللي فضلة لحد ما اختفى وشها، وقف مكانه بيتنفس بصعوبة وانحنى يشيل جسمها الخامل. تعالي تعالي يا حبيبتي، والكلمات اللي نطقها كانت كأنها قوة أطلقت مشاعره من محبسها. ارتجف، عينه اتملت دموع بدأت تسيل ببطء على وشه. مشي بيها عبر غرفة المعيشة، حطها في كنبة العربية ومد إيده للمفتاح، حرك العربية من قدام باب الجراج ونزل تاني دخل الجراج وأخد الجاروف. فجأة شاف حد على الرصيف التاني من الشارع بيتحرك في اتجاهه، حط الجاروف في شنطة العربية وركب. استنى، وبدأ الراجل يجري في اتجاهه، لكن كان واضح قد إيه جسمه ضعيف. روبرت فضل ثابت مكانه مستني الراجل. لو سمحت ممكن برضو تاخد أمي معاك؟ أنا عقل نيفل رافض يشتغل، حس إنه على وشك يبكي تاني لكنه تماسك وفرد ظهره. أنا مش رايح على هناك. الراجل بصله ببرود. لكن أنت معاك حد متوفي. قلت لك مش رايح على مكان الحرق. أيوة، لكن استعد نيفل للحركة بالعربية وبدأ الراجل يتوسل. أرجوك، صرخ نيفل من غير حتى ما يبص للراجل. مش رايح على هناك قلت، وصرخ فيه الراجل. أيوة بس ده القانون. وانطلقت العربية بسرعة. كان شايف الراجل في المراية لسه واقف مكانه وباصص للعربية باستغراب. غبي، عقله راح، عايزني أرميها في النار. الشوارع مهجورة وهو سايق بسرعة وبيفكر. ما كانش يقدر يستخدم المقابر القريبة، كلها مقفولة ومترقبة، اللي بيحاول يدفن فيها حد دلوقتي بيضربوه بالنار. دخل يمين قطع مربع سكني ودخل يمين تاني في شارع هادي تماما، وبعدين بطل موتور العربية علشان محدش يسمعه وساب العربية تنساب. محدش شافه وهو بيخرجها من العربية وهو شايلها وسط الأعشاب العالية. محدش شافه وهو بيريح جسمها على الأرض، ولا لما ركع جنبها واختفى جسمه ورا العشب وبدأ يحفر ببطء. الجاروف بيغرز في الأرض اللينة والشمس في السماء بتصب الهواء المنصهر في الفتحة. العرق سايل على خده وجبهته وهو بيحفر. الأرض بتتهز قدامه بفعل العرق اللي سال على عينه وبفعل الحر، والتراب ملى مناخيره. أخيرا اكتملت الحفرة، رمى الجاروف ونهار على ركبته، وصل النقطة اللي كان خايف منها، بس كان عارف إنه ما ينفعش يستنى. لو حد شافه إنه يتضرب بالنار مش مشكلة، مش خايف من ده، المشكلة إنهم هياخدوها على حفرة النار. لأ، نزلها ببطء في الحفرة وتأكد إن رأسها ما تتخبطش، أمن مكانه وتأملها للمرة الأخيرة. خلاص مفيش كلام تاني، مفيش حب. 11 سنة جميلة انتهت فجأة بالحفرة الصغيرة دي، وتاني بدأ يرتجف ونهر نفسه. لأ، مفيش وقت لكده. ارتجف العالم وهو بيساوي التراب فوق الأرض الملتهبة. كان راقد على سريره بهدومه كلها، باصص في صمت للسقف الأسود. بص للساعة، 2:30 PM، يومين اتنين عدوا على دفنها، عينين اتنين على الساعة، ودنين بيحاولوا يلقطوا صوت الساعة الإلكتروني، شفتين مقفولين، ايدين اتنين ممدودين جنب السرير. حاول يتخلص من الفكرة، بس بدأ وقتها إن العالم كله كأنه غرق في حفرة من الرقم 2. في اللحظة دي هو ضحية الرقم ده. شخصين ماتوا، سريرين في الأوضة، شباكين، مكتبين، سجادتين، وقلبين توقفوا عن الخفقان. قعد ورفع رجله على السرير وسأل نفسه وهو باصص في السواد قدامه، إيه اللي فاضل؟ وبعدين قام وقف فجأة في الظلام القاتم
كان سامع صوت أكرة باب البيت بالدور. حس بالقشعريرة بتزحف على رقبته، بعدين قال لنفسه ده أكيد بين كورتمان، يمكن جاي علشان ياخد مفاتيح العربية. لكن جسمه ارتجف وهو سامع طرقات على الباب، طرقات ضعيفة زي ما يكون حد سايب إيده تقع على خشب الباب. اتحرك ببطء في اتجاه صالة البيت، قلبه بيدق بقوة. سمع صوت طرقة ضعيفة تانية على الباب وحس جسمه بيرتج من الرعب. في ايه؟ الباب مش مقفول بالمفتاح. النسيم البارد كان داخل من الشباك المفتوح وبيضرب وشه، وجر الظلام اكتر في اتجاه الباب. سأل وهو حاطط ايده على الاكرة، مين؟ حس بالاكرة بتدور تحت ايده ورجع فجأة مخضوض. رجع لحد ما وقف ظهره للحيط بيتنفس بصعوبة وعينه بتتسع، لكن مفيش حاجة حصلت. فضل واقف مكانه بيحاول يسيطر على أعصابه. كتم نفسه لما سمع صوت برا، صوت ضعيف، حد بيقول حاجة، كلام مش قادر يميزه. قرب من الباب، استعد، مد إيده وفتح الباب بسرعة وانساب ضوء القمر للمكان المظلم. مقدرش حتى يصرخ، اتجمد مكانه باصص بعدم فهم لفيرجينيا. روبرت، انتهى الجزء الثاني. أنا أسطورة، رواية ريتشارد ماتيسون، ترجمة وتأديب كريم أنديل.